الحسد والعنصرية أودت بكثير من الناس إلى الضلال مع معرفتهم الحق. لما دخل النبي المدينة بتقول سمعت عمي وأبي جايين من بره الاثنين يوم دخول النبي المدينة مستشيطين غضبا، فأغلق الباب فوقفت عند الباب أسمع، وقال عمي يا حيي أهو هو؟ قال هو هو. قال وماذا تنوي؟ قال عداوته ما بقيت عند. لذلك ربنا قال له إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم مش كارهينك، وما كانوش بيهزموا أبدا. ليه؟ كانوا بيتوسلوا بالنبي عشان نعرف إزاي ننتصر ومن أين يأتي النصر. لما جه من عنصر غير العنصر كفر، الحسد مع العنصرية هم أساس الكفر في الوجود، الحسد والعنصرية. والشيطان لما كفر قال إيه؟ لما عصى ربنا قال إيه؟ أنا خير منه، خلقت من نار وخلقته من طين. هذه العنصرية اللي أودت بيه إليه، والكبر، الكبر، الحسد. ما هو إبليس استكتر على الطينة أنها تكون منورة، استكتر على الإنسان يكون خليفة الله، ونسي أن هذا مراد الله فيه. عشان كده الإمام الشافعي يقول قل الذي يحسدني أتدري على من أسأت الأدب؟ أنت اللي بتحسد، أنت مش عارف أنت أسأت الأدب في حق مين؟ في حق ربنا، في حق الذي وهب، اللي تجلى بالموهبة على عباده. أنت مش عارف إيه؟ مش عارف أن ربنا اللي اختاره؟ ولذلك ربنا قال إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كانوا قاعدين مستنيين ليه؟ لأن المدينة أوصى بسكناها سيدنا مين؟ هارون. في جبل أحد رأيت مسجدا لسيدنا هارون، مكان كان بيتعبد فيه سيدنا هارون، يصلي فيه على النبي آخر الزمان، لأنه عارف أن دي هجرته. يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، يهود بني قريظة، جدهم سيدنا هارون، جدهم مين؟ سيدنا هارون. تخيلوا هذا الكلام. طب كانوا قاعدين ساكنين المدينة ليه؟ مستنيين النبي بتاع آخر الزمان لما يجي. وذلك ربنا يقول إيه؟ وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما أي حد يعمل إغارة على المدينة يطلعوا يحاربوه بسلاح عجيب جدا. كانوا بيحاربوا إزاي؟ كانوا يطلعوا يرفعوا رايتهم ويقولوا اللهم إنا نستنصرك ونستفتحك بنبي آخر الزمان إلا نصرتنا. فلم يهزمهم أحد، وما فيش حد عرف يحتل المدينة وهم موجودين فيها، وكان سلاحهم إيه؟ محمد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذه الآية يا عباد الله تثبت غاية الإثبات، من فهم تفسيرها أن التوسل به صلى الله عليه وسلم قبل مولده كان جائزا، كما ينكر علينا البعض بأن التوسل به بعد موته حرام. أقول وكيف والقرآن قد أجاز التوسل به من غير ما يكون موجود أصلا. فلما جاءهم ما عرفوا